وكاين شويه استغراب و... نتمنوا على الله، حنا نتمنوا خير ان شاء الله. هذا اللي كاين ان شاء الله. بالنسبه لك سي صالح، انت كتشتغل على عيوض جداد، يعني كتحاول انه تقدم منتوج جديد، يعني كاين القديم وكاين الجديد ايضا، ياك؟ انا هذه العيطه خدمت فيها 5 سنين. جميل. اللي كتبدا من 1886 تبارك الله، وكتسالي في العهد ديال محمد، سيدنا محمد السادس نصره الله. نعم، هذه عيطه جديده، عيطه جديده بالحان جديده، ايقاعات جداد مختلفه على هذا، ولكن هي اللون ديالها عيطي. نعم. وسماوها بعض الناس، بعض الباحثين قال لك ملحامه، والبعض كيقول لك عيطه. نعم. والمهم حنا درنا المجهود ديالنا والكمال دون شك، هذا الشيء اللي كاين دون شك. كلام عاد نرجعوا نسمعوا ما تبقى دائما في هذا الحوار المباشر، دائما ضيف الصباح. في صباح الخير يا بلادي. صباح الخير. الو، صباح الخير سي هشام. مرحبا. بدنا نعتن وجود سي صالح معك سيدي هشام. نعم سيدي. على ان كاين سي حسن جميل مهتم بزاف بهذا المسائل ديال العيطه. دون شك. علاش اللي ما يمكنش يجمعوا يعني واحد العدد ديال الفراق، وثم انه مثلا كاين المصاوي والعفدي وكذا وكذا كذا، ويجيو واحد الكتلة اللي تكون يعني دائما في هذا الوجود ديالها، لا على التلفزيون ولا غير التلفزيون، بحيث انه الوجود ديالهم بعدا ما مجموعش باش يتفرقوا. مع الاسف هذه القضية هذه كنت بغيت نتكلم فيها مع سي حسن، ولكن مع الاسف ما جاتش هذه الظروف. الى سي صالح مثلا النظرية ديالته واش يمكن يتجمعوا مثلا ويكون واحد الهلال ديال كل الفخده مثلا ديال اسمه ديال المساوي والعبدي وكذا وكذا وكذا، وتكون عندهم واحد النظره حتى اللي بغى مثلا ينهض بهذا الاسم ويعرف على انه كاين مع من يتكلموا، كاين يعني الوعاء فين مع من يتذكر. اش تهضر سي صالح في هذه القضيه؟ هذه القضيه اللي كان من هذا المنبر انا كنحيي الباحث المخضرم السي حسن نجمي. أيه. اللي استقبلنا، استدعانا الرباط واستقبلنا، وهذا ما أتلج صدري، ونتمناو خير ان شاء الله. وهذا هو فتح لينا الباب، الوحيد اللي فتح لينا الباب ديالو، استقبلنا. أيه. واهتم بهذه العيطه هذه. أيه. وعجباتو بزاف، وقال لينا ودي هذا الشيء راه في المستوى، انت احنا كننتظروا ان شاء الله خير. وانتم والله انتم والله مادام انه الفكره يعني كتروج، ربما مستقبلا ان شاء الله غادي نشوفوا على انه كاين. وكنحيي مره ثانيه السي حسن نجمي من هذا المنبر الحفاوه الاستقبال. نعم ان شاء الله. شكرا سي بنيسي. ديما ملي كيكون خصو يكون جماعي ديال الفنان ديال الباحث وديال الجمهور كذلك، باش يمكن يتقدم هذا الطبق الفني الاصيل يعني بشكل جيد لجمهور اخر، ونضمنوا الاستمراريه ديالو. هذا هو الهاجس. حتى التلفزيون كيما قلتي مود لحظات خاصو يبذل مجهود على اساس انه يعطي الامكانيه ديال كل الناس المشتغلين باش يحسوا براسهم راه كيديروا شي حاجه، لان عيطه في هذا المستوى خاصه 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 اعلام وخاصه اللي واكبها اللي واكبها. نعم نعم نعم. من غير هذه الجديده سي صالح، شنو اخر كاين؟ كاين البوم جديد كنحضر فيه حاليا. نعم. باش نواكبوا العصر. اغاني راه كتشوفها كاينه العيطه. نعم. وكاين الاغاني الشعبيه المعاصره. باش نبقاو مسيرين الوقت. تحيه السعداوي وما نساوش ايوب شيخ ايوب، تحية لفتاح المغري صيك. كان جاذب الدمع نبكي طول عمري، ايامي والسعد اللي جمع عواد، ورالي في الهم من صوري تلقبري، غير نصبر انا ربي غيف الراد، ربي غيف الراد.
ايامي وسعت اللي جمع عواش راني في الهم من صغري تالكبري غير نصبر انا ربي غيب الراس ربي غيب الراس نقاش صباح مستمعينا ومستمعاتنا مازال معكم مباشر على موجة ام اف ام. شكرا لكل مستمعين ومستمعات اللي كيتبعوا معنا هذا الحصة المباشرة دائما مع هشام المغاري فاقي مع هشام. صباح الخير يا بلادي. سي صالح مزابي ضيفنا في هذه الحصة في ضيف هذا الصباح. سي صالح احنا معك والمستمعين معنا يمكن لهم يتواصلوا معك عبر 0524-43-22 او 03 ما فيها بس ابراهيم داليان حيو ايضا هذا الصباح. شكرا لك على تحية أهلا وسهلا. تحية للمستمعين والمستمعات اللي دائما يتابعون هذه الحصة. شكرا لك يوسف أهلا وسهلا. مرحبا بعلي وحمان نبيل. تحية لك عادل يعقوبي طاهر ورزازي حذيفة. شكرا بويكي دارن. تحية لكم جميعا. الحضور ديال العيطة في المهرجانات سي صالح. الحضور ديال العيطة في المهرجانات كاين واحد الخلال كاين لان كتلقى مهرجان ديال العيطه كتلقى فيه مجموعات. ربما اسمح لي نقطعك بسرعه غتقول الفكره ديالك ولكن ربما هناك من يستسهل العيطه يعني كتجي سهله يغنيها وتسمع تعورات ديال العيطه وصرات هناك. لا بالعكس ما كيستسهل يعني كلشي كيفهم في العيطه وكاع اللي كيطلعوا للخشبه كتلقى مهرجان ديال العيطه ولكن ملي كتشوف البلاطو كتلقى الناس ماشي ديال العيطه. ايوا هادشي اللي قلت انا كتلقى الناس كيغنيوا اغاني اخرى. نعم يعني بخلاف الناس ديال العيطة اللي خاصهم يكونوا في هذاك المهرجان. نعم. ناعسين ما خدامينش. نعم. طيب الشباب ديال العيطة الان واش سي صالح كيكون شي شباب باش كنضمنوا هكذا الاستمرارية ديال هذا الفن؟ بطبيعة الحال كنكونوا شباب. كيفاش اشرح لي اكثر حاول تجاوبني بالتفصيل باش كيجيو عندي شباب اكبر فائدة. كنمشيو للخدمة كنديو معنا الشباب ضروري.